المسجد العتيق بمدينة البويرة معلم أثري وتاريخ يحكي عراقة سكان المنطقة وتشبثهم بالحضارة الإسلامية. تم إنشاؤه من طرف أعيان المدينة عن طريق تبرعات المحسنين أو كما كانت تعرف آنذاك بالتويزة، وأطلقوا عليه اسم مسجد ابن باديس ليصبح منارة تشع منها الثقافة والعلوم الإسلامية. الشيخ عبد الحميد بن باديس عندما كان يشد الرحال عبر قطار بخاري ما بين مدينتي قسنطينة والجزائر العاصمة، كان القطار البخاري يتوقف في مدينة البويرة للتموين بالماء وبالفحم، وكان الشيخ عبد الحميد بن باديس طيب الله ثراه عندما ينزل يبحث عن مكان لكي يتوضأ ويصلي فيه، فلم يجد مسجدا، وتحصر في قرارة قلبه أن منطقة مثل منطقة البويرة أو حمزة كما كانت تسمى في التاريخ الإسلامي لا يوجد بها مسجد. عندئذ سمعه الأهالي فتحصروا وقطعوا له عهدا وقالوا له: يا شيخنا الفاضل، نعاهدك بأننا سنسعى إلى بناء مسجد وسنسميه على شخصكم الكريم حتى وإن تطلب منا ذلك الكثير. تحفة فنية وجوهرة أثرية بطابع إسلامي متميز كان لها الفضل في نشر العلم والدين الإسلامي، كما لعب الدور هاما إبان الثورة التحريرية. هذا المسجد بني بين سنة 1949 إلى 1953 من طرف أهالي بلدية البويرة. هذا المسجد لعب دورا كبيرا أبان الثورة التحريرية. يتميز مسجد ابن باديس بزخرفته الفريدة ومعماره الجميل المستمد من الطابع الإسلامي الأصيل، صرح يحكي تاريخ الأجداد الذين أبدعوا في فن العمارة وجعلوها محطات للدارسين والباحثين. إذن هذا المسجد مسجد عتيق بالنسبة لبلدية البويرة، وهو أقدم مسجد، وقد تم ترميمه وقد تم كذلك الآن إضافة له جزء بالنسبة لهذا المسجد في الثمانينات. مسجد ابن باديس من بين أهم وأقدم المساجد بالولاية وأجملها، مسجد أثري ضارب في الذاكرة الشعبية وشاهد على عراقة وتاريخ المنطقة الإسلامي.